مختار رياحي رئيس اتحاد المحل الفلاح والصيد البحري بقبلات. نحن جينا هنا عن انطلاق في الولايه باش نطالبوا الحكومه بالترفيع في المواد العلفيه المدعمه، خاطر مدينه قبلات هي بالاساس معناها في منطقه فلاحيه بامتياز، وفي خاصه في تربيه الماشي. في تربيه الماشي السنه هذا عانوا الفلاحه نقص شحن الامطار، عانوا معاناه كبيره في العلف، وان شاء الله تستجيب الدوله في اقرب وقت لمشاكلنا والمشاغل. عموما سي مختار صغير وجودك بحذانا اليوم، الازمه نتاع شح المياه ونقص الموارد المائيه باش تاثر السنه يعني على الموسم الفلاحي في دجا؟ باش تاثر في خاصه في منطقه قبلات، عندنا فيها تاثير كبير برشا، خاطر النعمه ما وصلتش، خذت لي كاليتي نتاعها وخرجت معناها في مطلع باهي، ومن بعد صار لها شح المائي هذا نقصت، وباش تاثر علينا تاثير سلبي برشا. عندكم اراضي سقويه؟ عندنا اراضي سقويه ماهيش قاعده مستغله، خاطر الماء ما ثمش ماهيش قاعده تستغل، عندنا 3000 هكتار منطقه سقويه ماهيش قاعده في استغلال لا عمنا ولا سنه. بسبب الجفاف؟ بسبب الجفاف بطبيعه الحال. يعني رقم مؤكد 3000 هكتار؟ 3000 هكتار رقم مؤكد، وتعرف كل حتى في الدوله موجوده هذه 3000 هكتار هي ما غير 100 تو. البارح حتى مندوبيه الفلاحه في بلاخه طالبت فلاحه انها ما عادش تبرمج الزراعات نظرا لشح المياه، وحتى شوي شوي باش يبرمجوا لنا ما عادش حتى القمح ولا كذا نعطوا، كانوا بكري نزقوا القمح معناها الزراعات نعاونوها معناها بالماء، وما عادش عندنا امكانيات ماء باش نعاونوا بها حتى الزرع. يعني اليوم سي مختار في وضع شح المياه تحس الفلاح يعني واعي بخطوره الوضع الفلاحي؟ والله الفلاح واعي به برشا، وهذاك علاش جينا وحكينا اليوم عك الابار والابار السطحيه، نحكي على الابار السطحيه معناها باش يعاونوا الفلاح بمد بالمعدات نتاع الري، ومعناها ويعاونوه حتى في فك العدادات الكهربائيه زاد معناها فورس مناقيل فورس اللي قاعدين المندوبيه ترفض لهم فيهم اليوم منصوبين، خاطر في مناطق سقوي وما ثم السق. سي مختار الامطار الاخيره يعني سقطت في باش ماهيش امكانيات ماهيش بكم ماهيش يعني ما عندهاش تو بالنسبه للقبلات، نحن ما عندهاش حتى مردوديه امطار ضعيفه وضعيفه جدا. شنو وضعيه المساحات يعني كيف القمح محاصيل الحبوب حتى في بدايه او فات عمليه الزرع، كيفاش وضعيه الارض حاليا؟ وضعيه الارض والله خايبه والله، خاصه في القمح وفي الفارينه وفي القرد ماهيش وضعيه معناها ما تبشرش حتى، وان شاء الله نقولوا ربي يعطينا المطر، اما هي لحد الان ماهيش مبشره بحد شيء.